الأدب الثالث كل مما يليك، يعني إذا كان معك مشارك فكل من الذي يليه، لا تأكل من جهته هو ومن الذي يليه هو، فإن هذا سوء أدب. قال العلماء: إلا أن يكون الطعام أنواعا ووضع هو اللحم أمامه، فإذا أردت أن تمد يدك قال كل مما يليك، أقول هذا في النوع الواحد. فأما إذا كان الطعام أنواعا مثل أن يكون فيه لحم وغيره فلا بأس أن تتخطى بيدك إلى هذا النوع أو ذاك، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحفة ويأكلها الدباء القرع كما هو معلوم. وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج أن تأكل من الطرف الآخر إذا كنت تأكل وحدك، لأنك لا تؤذي أحدا في ذلك، لكن لا تأكل من أعلى الصحفة ومن ذروتها وأعلاها، لأن البركة تنزل في أعلاها، ولكن كل من الجوانب إذا كنت وحدك. والذي تميل إليه النفس أنك إذا كنت وحدك فعليك أن تلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لماذا؟ لأن تعليق العلة ها هنا بأذية المؤاكل لم ينص عليها الحديث ولا دليل عليه، والعلة تدور مع المعلول، فإذا زالت فيقول حينئذ أهل العلم لا حرج أن تأكل إذا كنت وحدك من أي مكان لأنك لا تؤذي أحدا. ومن قال إن ذلك مقصور على أذية المؤاكل بغير زيادة من الفوائد التي ربما كانت كثيرة جدا لأنه لا يعلمها إلا الله رب العالمين.